السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 20 وفاة حتى الآن، لحظة اشتعال النيران بأتوبيس ركاب حارس أسيوط. خليكم معانا. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث التصادم الذي وقع بين سيارة نقل بترول وأتوبيس نقل ركاب على طريق أسيوط البحر الأحمر من الكيلو 103، والذي أسفر عن مصرع 20 شخص وأصاب 3 آخرين. انتقل محافظ أسيوط اللواء عصام سعد إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي. انتقلت إلى موقع الحادث قوات الحماية المدنية، كما جرى الدفع ب 25 سيارة إسعاف، وجرى وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق منعا للتزاحم. فيما تابع المحافظ من موقع الحادث جهود إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفيات وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهاً بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات. رافق المحافظ في موقع الحادث اللواء أسعد الزكير مدير أمن أسيوط، والمهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، والعميد إيهاب ثروت مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد إيهاب الألفي مدير إدارة المرور. شفاهم الله وعافاهم. إذا الفيديو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ما تبخلوش باللايك علشان نقدر نستمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.